الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات التي ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلها في إثبات علو الرب تبارك وتعالى، وقد دل على علوه جل شأنه أنواع من الأدلة النقلية، وتحت كل نوع يدخل دلائل نقلية كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان هذا المصنف مصنفا مختصرا اكتفى رحمه الله تعالى بالإشارة إلى بعض الأنواع والتنبيه على بعضها، دلالة بذلك على ما لم يذكره رحمه الله تعالى، فذكر في ما ذكره من أدلة رحمه الله خمسة أنواع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا. بدأها بالآيات المصرحة باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه، ثم ذكر الآيات التي فيها التصريح برفع بعض المخلوقات إليه سبحانه وتعالى، ثم ذكر ما جاء من آيات فيها التصريح بصعود بعض الأشياء إليه عز وجل، ثم ذكر ما يتعلق بدعوى فرعون في تكذيبه لموسى عليه السلام عندما أخبره أن الله عز وجل في السماء، ثم ذكر ما جاء من آيات فيها التصريح بأن الله تبارك وتعالى في السماء. فهذه خمسة أنواع أشار بها رحمه الله في باب الأدلة، أو أشار إليها رحمه الله تعالى في باب الأدلة النقلية على علو الله تبارك وتعالى بحسب ما يسمح به هذا الكتاب المختصر في باب أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، وإلا فإن الأدلة على ذلكم كثيرة، وقد أوصلها أو أنواع الأدلة على ذلكم كثيرة وقد أوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية إلى 21 نوعا، أوصلها رحمه الله إلى 21 نوعا، وعقد فصلا في النونية في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته على عرشه، وقال رحمه الله: ولقد أتانا عشر أنواع
من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها، أيضا تزيد بواحد ها نحن نسردها بلا كتمان، ها نحن نسردها بلا كتمان. فعشر مع عشر مع واحد، 21 نوع من أنواع الأدلة. ثم سردها، سرد 21 نوعا من أنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى في أبيات. كم تقدرون عددها؟ 580 بيتا، 580 بيتا ساق فيها ما يتعلق بأنواع الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا نفسه رحمه الله في بيان الحق نظما مع ما يعلم ما يتطلبه النظم من مراعاة لأمور وأمور، فكيف ببيانه رحمه الله تعالى نثرا. وبينها رحمه الله باختصار نافع جدا في كتابه إعلام الموقعين، في كتابه إعلام الموقعين، وعنه نقلها نصا الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المختصر اقتصر على الإشارة إلى بعض هذه الأنواع، الإشارة إلى بعض هذه الأنواع، وسيأتي عنده أيضا إشارة إلى أنواع أخرى من أنواع الأدلة على علو الله عند سوقه للأدلة من السنة، عند سوقه الأدلة من السنة. والإمام ابن القيم لما عقد الفصل الذي أشرت إليه لسوق 21 نوعا من أدلة الأدلة النقلية على علو الله، عقد بعده فصلا آخر في ذكر ما جاء في السنة من ذلك، ومضى رحمه الله بأبيات يذكر فيها الأدلة من السنة، وبلغ عدد الأبيات التي جمعت بين أدلة القرآن وأدلة السنة على علو الله ما يزيد على 650 بيتا، 650 بيتا. والنونية حافلة بالموضوعات المهمة في الاعتقاد والرد على المبطلين، وأبياتها تنقص عن 6000 بيتا بقليل، تنقص عن 6000 بيتا بقليل، 5000 وأكثر من 800 بيت، كلها في نصرة العقيدة وذكر الأدلة عليها وبيان دلائلها وبراهينها وشواهدها، وما يذكره رحمه الله من أحاديث، يذكر من رواه من الصحابة ومن خرجه من الأئمة، ويحكي الإجماع ويسوق النقول ويورد الأقوال. وللمنظومة شروحات أيضا تعين على فهمها والإفادة منها، فمثل هذه المنظومة النافعة استفاد الطالب العلم منها، وأيضا حفظ ما يتيسر له حفظه من أبياتها، فإن في هذا خيرا ونفعا وفائدة بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، هاتان الآيتان فيهما نوع من أنواع الأدلة على العلو، وهو تصريح برفع بعض المخلوقات إليه، والرفع يكون إلى أعلى، فهذا من الأدلة على العلو، الرفع يكون إلى أعلى، فهذا من الأدلة على العلو. قال جل وعلا في شأن عيسى: ورافعك إلي، وفي الآية الثانية بل رفعه الله إليه، أي رفعه إليه سبحانه وتعالى، والرفع يكون إلى أعلى، فهذا من البراهين الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. يا عيسى إني متوفيك،
يا عيسى إني متوفيك. والوفاة هنا ليست هي الموت، لأن موت عيسى عليه السلام إنما يكون في آخر الزمان، لأنه عليه السلام ينزل في آخر الزمان من السماء، ونزوله آية من آيات الساعة وعلامة من أعلامها، وينزل فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ونزوله آية من آيات الساعة، ثم يكون موته في ذلك الوقت. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني يوم القيامة إذا نزل. فإذا الوفاة هنا ليست هي الموت، إني متوفيك ورافعك إلي ليست هي الموت. ومما قيل في معنى الوفاة هنا أن المراد بها النوم، أي رفع حال كونه نائما، هذا مما قيل في معنى الوفاة هنا أن المراد بها النوم، والنوم يسمى وفاة. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولهذا ثبت في السنة مشروعية يقول من قام من نومه: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. فالنوم وفاة صغرى، النوم وفاة صغرى. قال: إني يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. شاهد القول أن الآية فيها دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الصعود إلى أعلى. يصعد الكلم الطيب إليه، أي إلى الله. فصعود الكلم الطيب إلى الله هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى. ومثل هذا النوع في الدلالة على العلو ما جاء من تصريح في بعض الآيات بعروج الملائكة إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج إلى أعلى، والعروج إلى أعلى. فهذا أيضا من براهين ودلائل علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ولهذا جاء في الصحيح، في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم. جاء لفظ الحديث في صحيح البخاري بهذا اللفظ: ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. يسألهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فما أعظم خيبة وما أعظم خسران من ينام عن صلاة الفجر أو ينام عن صلاة العصر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. وجاء في هاتين الصلاتين خاصة نصوص عديدة، منها ما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر. وهاتان الصلاتان من أكثر الصلوات تضيعا عند المفرطين المضيعين. ومن يكرمه الله سبحانه وتعالى
بالمحافظة على هاتين الصلاتين ولا سيما صلاة الفجر يقوم لها بهمة ونشاط ويؤديها في المساجد مع جماعة المسلمين يعان بإذن الله تبارك وتعالى على الصلوات الأخرى. وقد صح فالحديث من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله، من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله، أما من ضيع صلاة الفجر فإنه بتضييعه لصلاة الفجر هدم يومه وذبحه بدون سكين، هدم يومه وذبحه بدون سكين. يوم لم يصلي صاحبه صلاة الفجر يوم ضائع، يوم خسارة صاحبه عظيمة، هي أشد خسارة، هي أشد خسارة. وقد قال بعض السلف يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فمن لم يمسك أول اليوم وهو صلاة الفجر ضاع يومه وخسر خسرانا مبينا. والعلامة بن القيم رحمه الله تعالى يقول أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. فإذا شب الإنسان على تضيع الفجر مضى في بقية اليوم أيضا مضيعا، مضى في بقية اليوم مضيعا. وأنبه بهذا إلى أن دراسة العقيدة ينبغي أن تثمر في طالب العلم عمل ومحافظة على طاعة الله، وإلا يكون بهذا التعلم يكثر من حجج الله عليه، يكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. لأن العقيدة تثمر العمل، تثمر الخلق، تثمر الأدب، تثمر السلوك الطيب، تثمر البعد عن الحرام والآثام، فثمارها لا حد لها ولا عد. لأن القلب إذا صلح بالاعتقاد السليم تبعته الجوارح، تبعته الجوارح صلاحا وزكاء واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا يا هامان فيما حكاه عن فرعون، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على العلو. وأيضا في هذا النوع تنبيه إلى أن هذا أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء، لدى جميع الأنبياء، جميع الأنبياء قرروا هذه العقيدة ودعوا إلى هذا الإيمان. فالأنبياء عقيدتهم واحدة ودينهم واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعنا مختلفة لكن العقيدة واحدة، كلهم دعاة إلى الإيمان بالله والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته والإيمان بعظمته والدعوة إلى توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فكان مما دعا موسى عليه السلام فرعون إليه الإيمان برب العالمين، الإيمان برب العالمين وخالق الخلق أجمعين، وأن الأمر أمره والحكم حكمه والشرع شرعه، وأنه هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى. لكن فرعون أبى من القبول استكبارا وعنادا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجحد ظلما وعلوا وعنادا وتكبرا. وإلا في قرارة نفسه كان يعلم أن ما يقوله موسى هو الحق، كان يعلم ذلك، وفي قرارة نفسه يعلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا أمر مركوز في الفطر أيضا، فكان في قرارة نفسه يعلم ذلك. وأيضا موسى أخبره بذلك، أخبره موسى عليه السلام بذلك، وأخبره أن الوحي الذي جاء به موسى هو وحي منزل من الله الذي في السماء. ولهذا في سورة الإسراء، في سورة الإسراء في أواخرها قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء
ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، لقد علمت، يعني أنت تعلم، أنت تعلم هذا الذي دعوتك إليه من إخبار بأن الله في السماء وأن الوحي منزل منه والنزول يكون من أعلى. يقول موسى لفرعون أنت تعلم أن هذا الوحي الذي جئت به هو منزل من رب العالمين الذي هو جل شأنه في السماء، أخبره بذلك. وأمام الملأ، أمام الملأ هذا الطاغية الظالم المتكبر المتعالي أراد أن يعمل شيئا، يعمل شيئا ويقول قولا يظهر به عند خفيف العقول، فاستخف قومه فأطاعوه. أراد أن يظهر عند خفيف العقول أن هذا الذي يدعو إليه موسى غير صحيح وكذب وأنه لا يوجد إله إلا هو. فماذا قال؟ قال لهامان وزيره ابن لي صرح. لما دعا موسى تلك الدعوة وبين له موسى عليه السلام ذاك البيان، قال لوزيره أمام الناس والحضور، قال ابن لي صرح، يعني بناء عالي مرتفع جدا، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. والسبب هو الطريق المؤدي إلى الشيء، الطريق المؤدي إلى الشيء، الطريق الموصل إلى المراد. يقال له سبب، وأيضا الأبواب يقال لها أسباب. لعلي أبلغ الأسباب، يعني أبواب السماوات، طرق السماوات التي يدعي موسى أن إلهه في السماء فوق، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه مقالة فرعون، يقول وإني لأظنه، أي أظن موسى كاذب. في ماذا؟ السياق واضح جدا، وإني لأظنه كاذبا، أي أظن أن موسى كاذبا فيما ادعاه من أن الذي نزل عليه الوحي الذي هو رب العالمين جل شأنه في السماء. يقول أظنه كاذبا، فأي في دعواه أن الله في السماء. إذن فرعون مكذب لهذا الإيمان وهذا العقيدة التي دعا إليها موسى عليه السلام ودعا إليها جميع الأنبياء، مكذب بذلك. فجاء فيما بعد الجهمية الضلال وشاركوا فرعون في التكذيب بهذا الإيمان، شاركوا في التكذيب بأن الله في السماء. ولهذا كان كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان أهل العلم يسمون هؤلاء الفرعونية، يسمونهم الفرعونية لأن سلفهم في هذا التكذيب فرعون، لا يعرف لهم سلف في هذا التكذيب إلا فرعون، هو الذي كذب في من سبق بأن الله تبارك وتعالى في السماء، كذب بذلك وجحد. ولهذا كانوا يقولون في من يؤمن بأن الله في السماء موسوي محمدي، ومن يكذب بأن الله في السماء فرعوني، لأن هذا التكذيب هو عقيدة فرعون. ومن كان على شاكلته في التكذيب بما جاء به الأنبياء وبما أيضا هو مركوز في الفطر، قال وإني لأظنه كاذبا، أي أظن موسى كاذبا فيما ادعاه من أن الله سبحانه وتعالى في السماء. إذن هذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. كذلكم قول الله سبحانه في سورة الملك أأمنتم، والخطاب للكفار المشركين، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم
من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الأرض التي تمشون عليها، هل تأمنون أن يخسف الله بكم الأرض التي تمشون عليها؟ وهل تأمنون أن يرسل الله عليكم حاصبا رياح شديدة تحمل الحصباء فيهلككم؟ وكان من أمر المشركين عبدة الأصنام أنهم إذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك وعاينوا الغرق أخلصوا لله، أخلصوا لله ولم يدعوا مع الله إلها آخر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. كان هذا من حال المشركين ومن أمرهم، أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا خرجوا إلى البر، إذا خرجوا إلى البر ووصلوا إلى البر عادوا إلى الشرك، عادوا إلى الشرك. ففي البر يشركون، وفي البحر إذا عاينوا الشدائد يخلصون. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم البر؟ يعني في البحر تخلصون له، في البحر تخلصون له، ثم إذا نجوتم وكنتم في البر أشركتم، هل تأمنون وأنتم في البر أن يخسف بكم البر؟ أأمنتم من في السماء أي الله، أأمنتم من في السماء أي الله. وكانوا يعلمون أن خالق الخلق رب العالمين في السماء، كانوا يعلمون ذلك، وأخبارهم وقصصهم تدل على ذلك. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد وغيره بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أحد هؤلاء المشركين وقال له: كم إله تعبد؟ كم إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فكانوا يعرفون أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ولهذا التهديد هذا الذي في هذه الآية ونظائرها تهديد لهم بأمر يعرفونه: أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من تعلمون أنه في السماء وأنه قدير على كل شيء، وأنتم في البحر تخلصون له وتعرفون أن نجاتكم لا تكون إلا منه وبيده، هل تأمنون وأنتم في البر أن يخسف بكم جانب البر؟ ولهذا قال لهم هنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم، أي وأنتم في البر، أن يرسل أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، أي ريح شديدة تحمل الحصباء فتهلككم، فستعلمون كيف نذير. فهذا فيه تهديد لهؤلاء وبيان أنهم لا غنى لهم عن رحمة الله، لا غنى لهم عن فضل الله، لا غنى لهم عن نصر الله، لا غنى لهم عن حفظ الله، لا غنى لهم عن عون الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا في بر أو في بحر. وتأمل هذا التقرير نفسه في قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، قال جل شأنه: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر، والخطاب هنا للكفار المشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، أي تخلصون ولا تدعون معه أحدا غيره ولا تلجؤون إلا إليه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، يعني حال كونكم في البر وقد نجوتم من الهلاك والغرق أعرضتم وعدتم إلى الشرك والتنديد واتخاذ الآلهة مع الله سبحانه وتعالى، أعرضتم وكان الإنسان كفورا. طيب وأنتم في البر أما تخافون الله؟ أما تخافون الله؟ أما تخافون أن يحل بكم جل شأنه عقوبته؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟
وقد خرجتم إلى البر ووصلتم إليه سالمين، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ وهذان هما اللذان ذكرا في سورة الملك، أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. في سورة الملك قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فذكر ذلكم جل شأنه في سورة الإسراء، قال وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعيدكم فيه ما هو البحر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى أي في وقت آخر تبدو لكم مصلحة حاجة تجارة تركبون البحر مرة أخرى مثل ما ركبتموه في المرة الأولى ونجوتم، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ أي قدرة الله سبحانه وتعالى عليكم في كل مكان، في البر وفي البحر وفي السماء وفي كل مكان الله قدير عليكم، فلما هذا الشرك في حال الشدائد والإخلاص في حال الرخاء؟ هذا تهديد. نعم، فلماذا هذا الشرك في الرخاء والإخلاص في الشدائد؟ هذا تهديد لهؤلاء، تهديد لهؤلاء وبيان لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الواجب على العبد أن يكون دائما وأبدا في ذل وخضوع وافتقار والتجاء إلى الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وهذه الحال البئيسة التي كان عليها المشركون من حيث أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة بلغ أقوام مبلغا أشد من ذلك، وهو شرك في الشدة والرخاء، شرك في الشدة والرخاء من أولئك الذين يتعلقون بالمقبورين والموتى وما يسمون بالأولياء، مدد يا فلان، الحقني يا فلان، بلغ الحال ببعض الناس حتى وهم في الفلك يعاينون الغرق يهتفون بالأولياء ولا يهتفون بالله ولا ينادون الله، مدد يا فلان، إن لم تدركني ما الذي يدركني؟ ولهذا قرأت مرة في أحد كتب التفاسير، في حاشية على أحد كتب التفاسير، أحد العلماء يذكر قصة عن أناس كانوا في سفينة، وكان معهم رجل مسن، فكادت السفينة أن تغرق، فأخذ كل يهتف بشيخه، فالتفت ما وجد فيهم من يقول يا رب يا رب يا الله يا الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق ما على السفينة من يعبدك، هيا من على السفينة كلهم يهتفون بغيرك ويلجؤون إلى غيرك ويدعون غيرك. وقد كان المشركون الأول في حال الشدة وفي حال معاينة الغرق يخلصون الدين لله سبحانه وتعالى. ومن عجيب القصص في هذا قصة عكرمة، وعكرمة بن أبي جهل ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم لما فتح مكة، لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة أهدر دم نفر لغلظ عداوتهم وشدة أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأهدر دمهم، قال اقتلوهم لو تعلقوا بأستار الكعبة، فبعضهم أدركوا وقتلوا. عكرمة فر وركب الفلك فارا، ذهب إلى جهة الساحل ووجد سفينة وركبها، ثم وهو في السفينة عاينوا الغرق ومن على السفينة من الكفار المشركين، فأخذ بعضهم يقول لبعض أخلصوا لن ينجيكم في هذه الشدة، إلا الله، فقال في نفسه إذا كان لا ينجيني في هذه
الشدة إلا الله فلن ينجيني أيضا في الرخاء إلا الله، والله لله علي إن أنجاني الله من هذه لأذهبن إلى محمدا إلى محمد ولا أضعن يدي بيده ولا أجدنه عفوا كريما. ونجاه الله وجاء يلوذ ويختفي عن الناس، لأن من رآه سيقتله مباشرة، فجاء متخفيا متخفيا إلى أن وضع يده بيد النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم رضي الله عنه وكانت هذه عظة وسببا جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لنجاته وعبرة له، كانت سببا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه لنجاته. وأيضا سلمه الله إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الصحابة متهيئين لهذا الأمر الذي ذكره أو طلبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء متخفيا متخفيا إلى أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده بيده ووجده عفوا كريما صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الآيتين قول الله سبحانه وتعالى فيهما أأمنتم من في السماء أي الله، أأمنتم من في السماء أي الله. ونظير هذا قصة المرأة الجارية في صحيح مسلم، قصة المرأة الجارية التي كان قد لطمها سيدها لطمة فندم على ذلك، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستشير في الأمر، قال اعتقها، فقال له عليه الصلاة والسلام ائتني بها، فجاء لها جاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أين الله، قال لها أين الله، فأشارت بإصبعها قالت في السماء، قال ومن أنا، قال أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ابن القيم رحمه الله لما أورد هذا الحديث حديث الجارية ويذكر أنواع الأدلة على علو الله في كتابه إعلام الموقعين لما أورد هذا الحديث قال حديث الجارية التي بيضت وجوها قال الذي بيضت وجوها أهل السنة وسودت وجوه الجهمية، التي بيضت وجوه أهل السنة وسودت وجوه الجهمية، لأن سبحان الله هذا الحديث إذا سمعه الجهمي ارتعد وأبغضه ونفر منه ولا يطيق سماعه، ما يستوحش من ذكره، إذا سمع هذا الحديث يجد في قلبه وحشة من هذا الحديث. وبعضهم بعض هؤلاء قالوا في هذا الحديث مقالات شنيعة جدا في رد الحديث لماذا؟ لما في هذا الحديث من تسويد لوجوه الجهمية كما عبر ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال لها أين الله، أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. نجحت في الامتحان، قال اعتقها فإنها مؤمنة. الامتحان يتكون من سؤالين، السؤال الأول أين الله، وعند الجهمية يقول لا يجوز أن يقال في حق الله أين، وعند الجهمية أيضا لا يجوز أن يشار إليه بأصبع، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله مقالته آنفة الذكر، قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قال أنت، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي في الآية هو المعنى نفسه، أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. ومعنى الآية أأمنتم من في السماء، السماء في 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 آيات القرآن الكريم وفي دلالة اللغة تطلق ويراد بها السماء المبنية، وتطلق أيضا ويراد بها العلو. الآن عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، من السماء، قال ما المراد بالسماء هنا، المبنية أو العلو؟ الآن نحن في هذا الزمان نركب الطائرة ونكون في الطائرة فوق السحاب،
نكون في الطائرة فوق السحاب والسماء فوقنا والسحاب تحتنا ويمطر على الناس والآية يقول الله أنزل من السماء ماء. ما معنى أنزل من السماء؟ أي من العلو. فالسماء تارة تطلق ويراد بها العلو، وتارة تطلق ويراد بها المبنية. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، السماء هنا المبنية. وفي قوله أنزل من السماء ماء المراد بالسماء العلو. إذن ما المراد بالسماء في الآية؟ وقد عرفنا أن السماء تارة يراد بها العلو مطلق العلو، وتارة يراد بها المبنية. فما المراد بالسماء هنا؟ يحتمل الأمرين، يحتمل أن المراد بالسماء هنا المبنية، ويحتمل أن المراد بالسماء العلو. فإذا كان المراد بالسماء المبنية فإن فيه في الآية بمعنى على. إذا كان المراد بالسماء المبنية فإن في الآية بمعنى على، فيكون معنى الآية أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، أي من على السماء، من له العلو سبحانه وتعالى. ففي هنا بمعنى على. وكثيرا ما يأتي في القرآن في بمعنى على، مثل لأصلبنكم في جذوع النخل فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. فتأتي في القرآن في بمعنى على كثيرا. ويوضح لكم ذلكم تمام التوضيح ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى في الجملة الأولى من الحديث ارحموا من في الأرض؟ هل المراد بها من في بطن الأرض؟ هل المراد بقول ارحموا من في الأرض أي من ببطن الأرض؟ لا أحد يقول هذا. ارحم من في الأرض أي من على الأرض، ارحموا الناس والدواب والبهيم وغير ذلك التي تمشي على الأرض، هذا معنى قوله ارحموا من في الأرض. قابل بها تمام الحديث قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. ففي بمعنى على، هذا إذا اعتبرنا أن السماء المراد بها المبنية. أما إذا أريد بالسماء مطلق العلو ففي على بابها، أي آمنتم من في العلو، والله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى الكبير المتعال. فهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. وكما قدمت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر على بعض الأنواع منبها بها على ما سواها. ومما لم يذكره رحمه الله تعالى ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية، ما جاء من آيات فيها التصريح بالفوقية، كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. وأيضا من الأدلة التصريح بالعلو في أسماء حسنى له تبارك وتعالى، كقوله وهو العلي العظيم وهو الكبير المتعال سبح اسم ربك الأعلى. فهذه أسماء حسنى دالة على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. أيضا الآيات التي فيها تنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى، هذه أيضا من الدلائل على العلو، كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهذا من الأدلة على العلو، لأن النزول إنما يكون من أعلى. أيضا اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته إن الذين عند ربك، فهذا أيضا من الأدلة. وأيضا ما جاء في السنة من أحاديث فيها رفع الأيدي، رفع الأيدي في أحاديث كثيرة، مثل حديث سلمان إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ورفع اليدين في الدعاء هذا من البراهين والدلائل على علوه سبحانه وتعالى. أيضا ما جاء في السنة من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه
لما حج حجة الوداع وخطب الناس قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء قال اللهم فاشهد أمام آلاف الناس الذين أمامه ويشاهدون إصبعه ويرفع إلى السماء قائلا اللهم فاشهد. فأيضا حديث المعراج، حديث المعراج عندما عرج بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، عرج به إلى السماء، مر بالسماوات سماء سماء، والتقى بالأنبياء والتقى بموسى عليه السلام، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى وكلمه الله وسمع كلام الله تبارك وتعالى من الله، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل عليه الصلاة والسلام فلقيه موسى وقال له إن أمتك لا تحتمل ذلك، فارجع إلى ربك وسأله التخفيف. فهذا يتردد بين موسى وبين الله صاعدا نازلا إلى أن نزل ب5 صلوات بالفعل و50 في الأجر. وهذه أمر أكرم الله سبحانه وتعالى به صفوة خلقه وخير عباده وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، في ليلة واحدة أسري به إلى المسجد الأقصى، وفي الليلة نفسها عرج به إلى ما فوق السماء السابعة وسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. والمسافة بعيدة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كل هذه المسافات الطويلة في ليلة واحدة، والله تبارك وتعالى على كل قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، والله على كل شيء قدير. فمن ينكر علو الله أيضا ما يقول في هذه الفضيلة العظيمة التي خص الله بها سيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كثيرة من حيث أفراد الأدلة، وأما من حيث أنواع الأدلة أشرت أن ابن القيم رحمه الله تعالى أوصلها إلى 21 نوعا، لكن إذا ذهبت تنظر إلى أفراد الأدلة فهي كثيرة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى قال في نونيته وهو يتحدث عن أفراد الأدلة الدالة على علو الله، قال يا قومنا والله إن لقولنا 1,000 تدل عليه بل 2,000، والله إن لقولنا 1,000 تدل عليه بل 2,000، يعني قولنا بأن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن العلو ثابت لرب العالمين في القرآن والسنة أدلة ليست بالعشرات ولا بالمئات، بل 1,000 أو 2,000 في القرآن والسنة من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي الأعلى الكبير المتعال أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية الثابتة لله تعالى كالنزول، الصعود، والمجيء، الذهاب، والاستواء؟ إيش يقول؟ يقول هل ظهر نفس سؤال أمس، يقول هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية؟ ما إيش؟ هل نثبت ما يقابل الصفة الفعلية؟ يعني كأن صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، فما ثبت في النصوص نثبته لله تبارك وتعالى، وكما قال السلف رحمهم الله ندور مع السنة حيث دارت، ونكتفي بالوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. السؤال صحيح يا شيخ؟ نعم، يعني كل صفة فعلية نثبت ما يقابلها، صحيح السؤال؟ الأصل في الإثبات هو ما أشرت إليه، الأصل في الإثبات أن يثبت ما دل عليه الدليل
ونقف عند النص، لا نتجاوز النص بزيادة ولا نقصر عنه بنقصان. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول السلف بائن من خلقه. معنى هذه الكلمة واضح، مقصود بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، فجل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما وجه الدلالة على بالعندية على العلو؟ وجه الدلالة في العندية لأن من لا يثبت العلو ماذا يقول؟ من لا يثبت العلو ماذا يقول؟ ليس أمامه إلا أحد قولين لا ثالث لهما، إما أن يقول بمقالة من يقول الله في كل مكان، فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده إذا كان بزعم هؤلاء أن الله في كل مكان، فما وجه اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى. والقول الآخر قول أيضا فريق آخر من الضلال، وهو أنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا، وهذا عدم. فأيضا ما وجه القول بأن بعض المخلوقات عنده؟ فلا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو، لا يستقيم هذا إلا في من يثبت العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل منذ درس صفة العفو وأنا أحاول أن أعفو عمن أذاني ولا أستطيع، فهو عمل قلبي محض، فما نصيحتكم؟ أسأل الله أن يعيننا وإياك والجميع، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم واقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.